عقدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الاجتماع الدوري الخامس صقور أمن المعلومات بمشاركة أكثر من 100 عضو من أعضاء الفرق المختصة في مجال تقنية المعلومات يمثلون مختلف الجهات والهيئات الحكومية، حيث يتولى القائمون في هذا الاجتماع استعراض أحدث الطرق التي من شأنها أن تساهم في العمل على توفير بيئة آمنة وخالية من التهديدات الإلكترونية. جهود متواصلة تقوم عليها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، تتولى من خلالها العمل على تعزيز المستوى الأمني للبنى التحتية والأنظمة والخدمات الإلكترونية في القطاع الحكومي. اليوم كان اجتماع الخامس صقور المعلومات، الهدف منه أن نعرفه بمشروع المراقبة الأمني المركزي اللي بيخدمنا إن شاء الله حق كشف الاختراقات بطريقة أسرع وأتمتتها في الاستجابة وسرعة الاستجابة حق تقليل خطر الاختراقات الحاصلة اللي صار متسجل. فعالية صقور أمن المعلومات هذه المرة السنة الخامسة على التوالي أحضرها شارك فيها، نستفيد فيها بشكل كبير في الاطلاع على المستجدات المتعلقة في أمن المعلومات ومشاركة الخبرات مع باقي الجهات الحكومية. في لقائهم الخامس استعرضت الهيئة مشروع نظام المراقبة الأمنية المركزية لكافة العمليات التي يتم تنفيذها عبر الأنظمة والبرامج في الشبكة الحكومية. هاي اللقاءات اللي قاعدة تصير بشكل دوري تساعد أن يزيد الوعي عند مدراء نظم المعلومات، وأيضا ننقل بدورنا كل الاتفاقيات اللي نتوصل بها هني في هاي اللقاءات الى الفرق العامله عندنا في الوزاره. المراحل اللي مرت كانت مراحل تهيئه ومراحل نشوف شنو الاحتياجات بيننا وبين الفريق المسؤول في الهيئه، بحيث ان نكون احنا مستعدين لاي هجمات قد تتعرضها الجهات الحكوميه. واحنا ما يخفي علينا يعني اليوم المنطقه مستهدفه من جميع من الجهات الخارجيه، والهجمات للاسف يعني تكون ممنهجه. تاتي مبادره صقور امن المعلومات لتؤكد على حرص الهيئه على توفير بيئه امنه وخاليه من التهديدات الالكترونيه للمؤسسات الحكوميه. اجتماع دوري يتولى استعراض آخر المستجدات في مجال الأمن السيبراني لتطبيق سياسة أمن المعلومات لدى المؤسسات الحكومية وفق أحدث طرق الحماية في هذا المجال. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.